وجاء في الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البرر، وجاء عن نبينا الأواب حملة القرآن أمر الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع، وقالتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرع الإمام الخاشع برؤي المدني نافع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومات المشهورة، فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكت، وفي سواها الجهر والشدة، في أجدت قطبك ثمان أحرف، وما عداها رخوة لكن يقل في هجاء لم يرعون. والانسفال في سوى هجاء قد خص ضغط ذات الاستعلاء. هذه الصفات تحدثنا عنها، ويعني ودورها في اللغة العربية وفي الأداء القرآن الكريم، وأنه لابد لكل قارئ من معرفتها والاطلاع عليها ثم تطبيقها. وذكرنا أن هذا العلم يركز فيه على التطبيق، يعني على اللفظ، على التلفظ. إذا علمت مثلا صفة من الصفات فلا بد أن تلفظها بها، كيف تلفظ بها، كيف تتحدث بها، كيف تجعلها يعني في القرآن الكريم. فلا بد من هذه الأمور، هذه لأن يعني هذا العلم كما ذكرنا هو علم القراءات وعلم القرآن، كله يعني المعتمد فيه هو اللفظ، يعني هو يعني اللفظ، أن تقرأ. وذكرنا يعني تحدثنا عن صفات الهمس، أولها كما ذكر الناظم وضده الجهر، ثم تحدثنا عن الجهر وما هو الجهر وما لغتان واصطلاحان، ثم تحدثنا عن الشدة وحروف الشدة، ثم تحدثنا عن ضد الشدة وهي الرخاوة، وتحدثنا عن الرخاوة وما معناها لغتان واصطلاحا، وحروفها يعني عددناها. ثم الآن ندخل في صفة يعني من الصفات يعني الآتية، وهي صفة الانسفال. قال: اقرأ. والانسفال في سوى هجاء قد خص ضغط ذات استعلاء. دائما هذه الصفات، يعني ذكرنا هذه الصفات جميعها صفات ضد صفة، فذكر لنا صفة الانسفال. الانسفال في اللغة هو الانخفاض، الانسفال هو وهو التسفل، وهو الأسفل، يعني الشيء الأسفل أي الشيء المنخفض. إذن الانسفال هو الانخفاض، والانخفاض ضده الاستعلاء، لأن الانسفال ضده الاستعلاء. فصفة ضد صفة، الانسفال ضدها الاستعلاء، والاستعلاء ضده الانسفال، والاستعلاء هو العلو، الاستعلاء هو العلو،
الاستعلاء هو العلو على أي شيء، صعد الإنسان أو كذا أو ارتفع يقال له استعلى، استعلى من العلو، فالاستعلاء هو العلو. وحروف الصفات الانسفاء لها حروفها المعدودة، والاستعلاء له حروفه المعدودة، ولكن كما ذكرنا في عدة من هذه الصفات أن كل صفة كانت في حرف لا تكون في الصفة التي ضدها. مثلا فالحرف المتصف بالانسفال لا يتصف بالاستعلاء، وأيضا الحروف المستعلية لا تتصف بصفة الانسفال. ولهذا النظيم ذكر لنا هذه الصفة، صفة الانسفال، ثم ذكر لنا ضدها وهو الاستعلاء. قال: والانسفال في سوى هجاء، أي في سوى حروف الهجاء. ثم ذكر قال: ذات الاستعلاء، ذات الاستعلاء، أي خص ضغط ذات الاستعلاء. فالانسفال لم يذكر لنا حروفه، ولكن ذكر لنا الحروف التي هي حروف الاستعلاء، بمعنى أنك إذا يعني علمت حروف التي تتصف بالاستعلاء فما بقي من الحروف هو منسفي. حروف الاستعلاء سبعة: قيظ، قاف، والضاء، قيظ، خص، خص، الخاء، والصاد، ضغط، أي الضاد والغين والطاء. حروف الاستعلاء معروفة ومشهورة عند القراء وعند المجودين، وهي أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في قولك: قيظ، خص، ضغط. هذه الحروف السبعة متصفة بالاستعلاء. ما بقي من الحروف التسعة عشر؟ كم بقي من الحروف التسعة والعشرون؟ بقي 22، 22 حرفا كلها منسفلة، أي تتصف بصفة الانسفال. ولهذا الناظم قال: والانسفال في سوى هجاء، قيظ، خص، ضغط، ذات الاستعلاء. والانسفال كما ذكرنا في اللغة هو الانخفاض، الانخفاض. يعني ولماذا اتصلت هذه الصفة بصفة الانسفال؟ يعني الانخفاض لغة هو الانسفال، لغة هو الانخفاض، واصطلاحا هو أن اللسان أثناء النطق بهذه الحروف المنسفلة ينزل إلى قاع الفم، اللسان ينزل إلى قاع الفم، يعني يهبط اللسان، يعني لا يبقى مستعليا. الحروف هذه المنسفلة أثناء النطق بها ترى صوت الحرف قد انخفض، يعني هبط في الفم. فمثل أج يعني ترى الصوت أنه انخفض، أط ترى الصوت أنه استعلى، أك ترى الصوت أنه انخفض، أق كذلك، أس وهكذا. يعني الحروف المنسفلة سميت بذلك لأن اللسان والصوت ينخفضان إلى قاع الفم، معنى إلى وسط الفم لتحت، فسميت بهذا لأن صوتها يهبط ينخفض إلى قاع الفم. وحروف الاستعلاء سميت كذلك ضدها، لأن اللسان يعني يصعد بالصوت إلى الحنك يعني الحنك الأعلى، يعني الحنك الأعلى يصعد اللسان والصوت، يعني يصعد اللسان يصعد بالصوت إلى الحنك الأعلى. فلما كان هذا صوتها وهذا مركز صوتها سميت بالحروف المستعلية، ولما كانت حروف الانسفال يعني صوتها ينخفض سميت بالحروف المنسفلة أو حروف الانسفال. قال: والانسفال في سوى هجاء، قد خص ضغط ذات الاستعلاء. حروف الانسفال كما يعني هي من الصفات الضعيفة، من الصفات الضعيفة، وهي الحروف الانسفال مرققة، يعني لا تفخمها، حروف الانسفال لا تفخمها أثناء النطق بها بل ترققها، كيقول ابن الجزري رحمه الله: ورققا مستفيلا من أحرفي، أي الحروف المنسفلة رققها.
فمثلا يعني الحروف المسافية لا ترقق، يعني النطق نطقك بها والتلفظ بها يعني يكون مرققا مش مفخما. وما عدا هذه الحروف المسافية فهي حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء مفخمة يعني تفخمها، خا خا غا طا سا ضا ضا، يعني هذه يعني مفخمة ورقيقا مستفيلا من أحرافي. إذن كما أن التفخيم ضده الترقيق، فحروف الانسفال مرققة وحروف الاستعلاء مفخمة. إذن لا بد للقارئ أن يحذر من أن يفخم المنسفيل وأن يرقق المستعلي، يفخم المنسفيل ويرقق المستعلي، يعني يحذر القارئ من هذه الأمور هذه. فكل حرف مستعلي فلا بد من تفخيمه من غير مبالغة، يعني لا تبالغ في التفخيم، تسمع التفخيم وتبقى تبالغ حتى تخرج يعني حتى تخرج حرف عن حده المفخم. وكذلك الحرف المنسفيل كذلك ترققه، ولكن الترقيق المعهود يعني عند العلماء أنه ترقيق معتدل، ترقيق معتدل. كاين هناك الترقيق وكاين هناك الحرف الممال، كاين حرف الممال والحرف وهناك المرقق. فالحرف الممال وهو مرقق أي منسفيل من حروف المنسفيلة يعني تبالغ في ترقيقه، لأنه ممال يمال إلى الكسرة، ممال إلى الكسرة. فمثلا الحرف الراء، مثلا الراء المكسور أو الراء التي قبله كسرة في قراءة في رواية ورش محذل السحرة والشعرة، هذا مرقق لكن ممال، لا غير ممال، غير ممال. فترقيقه يعني ليس كترقيق الحرف الراء الممالة، الراء الممالة. فترقيق الراء من الذكرى ماشي من ترقيق الراء من السحرة والشعرة، لأن هذا الذكرى ممال ومرقق، وهذا السحرة والشعرة مرقق غير ممال. ففي الصوت يختلفان، يعني في اللفظ يختلف الحرف المرقق يعني الذي له ترقيق وليس له إمالة، ويختلف مع الحرف المرقق والممال، الحرف الممال. فلا بد يعني من تمييز، يعني في اللفظ يكون تمييز ظاهر واضح أن الحرف المرقق الممال هو تبالغ في ترقيقه لأن معه الترقيق ومعه الإمالة، بينما الحرف المرقق غير الممال فيه ترقيق وحده يعني ليس فيه الإمالة. على أي حال الحروف المنسفلة هي كلها مرققة، مرققة لكن بدون مبالغة. وإذا ذكرنا بأن الحروف المنسفلة مرققة وحروف الاستعلاء كذلك مفخمة، فترقيق الحروف المنسفلة ليس على درجة واحدة، لا فهو متفاوت، متفاوت من حرفين إلى حرفين، من حرفين إلى حرفين. كذلك حروف الاستعلاء تفخيمها كذلك ليس على حدة، ليس على سواء. فكذلك تفخيمها واستعلاؤها يعني حرف أقوى من حرف. فأقوى حروف الاستعلاء في التفخيم وفي الاستعلاء وحتى في الإطباق هو الطاء، يعني الطاء، والطاء من حروف الاستعلاء. لكن أقواها في الاستعلاء، أقواها في التفخيم، وأقواها كذلك في الإطباق، في الإطباق يعني لما تطبق سيأتي هذا صفة الإطباق. إذن فالطاء هو أقوى الحروف المستعلية في الاستعلاء وفي التفخيم، في الاستعلاء وفي التفخيم، في التفخيم. يليه يعني الصاد، الصاد ثم يعني لا أخفوه الصاد، ثم المتوسط هو الضاد والضاء. إذن هذه يعني رتب التفخيم ورتب الاستعلاء هو ثلاثة: الطاء أقواها، الصاد يعني أخفها، الضاد والضاء متوسطان يعني في الاستعلاء
وأيضا متوسطان أيضا في التفخيم، في التفخيم. إذن هذه حروف الانسفال هي مرققة، فمثلا إذا نطقت بالكاف ما تقولش الكاف، كاف فهمتي، ماشي بحال القاء، لأن القاء من حروف السعلة. فرق ما بين كا وقا، كا وقا فهمتي، وفرق ما بين حا وخا، وفرق ما بين عا بين عا وغا، عا غا، وكلها حروف الحلق كما سبق، يعني مخرجها واحد، ولكن في الصفات تختلف. فالعين تختلف مع الغين، الغين مستعلية مفخمة، غا غيري، غيري بغائمين، والعين مرققة عالم، وما تقولش ع الغين ع، لا ع عظيم، ما تقولش عظيم، عظيم ع عظيم، ماشي عظيم ع العظيم، هذا لحن العظيم، العظيم. ترقق العين ثم تفخم الضاء. إذن فهذا اللي يعني، لأن العين مستفيلة والغين مستعلية. والانسفال في سواه جاء قد خص ضغط ذات الاستعلاء. فذكر أن حروف الاستعلاء مجموعة في قد خص ضغطين، قد خص ضغطين. القيض يعني القيض هو الاستظلال في اليوم الشديد الحر. القيض، القيض يعني هو الاستظلال في يوم الشديد الحر. قيض يعني قيض استظل من الحرارة. قيض خص أي قيض في خصين، خصين يعني بيت مبني من الخص، مثال تنقولوا لي حنوالة ولا غير ذلك. قيض خص ضغطين أي ضيق، بمعنى اقنع من الدنيا باليسير منها، اقنع بالدنيا باليسير منها. فيعني هؤلاء علماء التجويد، علماء القراءة، وهذا يعطيك يعني المسألة العلمية، ثم في نفس الوقت يرشدك إلى يعني إلى التزهد، إلى الأخلاق الحسنة، إلى غير ذلك من الفضائل، فهمتي؟ فأنت يا قارئ القرآن ويا دارس التجويد وهذا، فاقنع من الدنيا بالشيء اليسير منها، فهمتي؟ بالشيء اليسير منها، كما في قولي قيض خص ضغطين، فهمتي؟ وكان السلف الصالح يتقللون من 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 الدنيا، يتقللون من من الدنيا، وبعضهم كان يعيش هكذا في الخص، منهم أبو وائل شفيق بن سلمة رحمه الله، هذا من كبار التابعين، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد روى عنه الأحاديث والآثار الكثيرة والكثيرة. وائل، أبو وائل، وائل ماشي أبو وائل، وائل بن وائل شفيق بن سلمة، من تلامذة عبد الله بن مسعود، يحكى عنه يعني الحكاية ماشي يعني صحيحة ولا، يحكى عنه أنه كان له خص يسكن فيه، يسكن فيه هو ودابته، فإذا في الصباح بناه، فإذا يعني أراد أن يخرج أو يسافر نقضه ثم يبنيه. المقصود هو يعني التقلل من هذه الدنيا وهكذا، وهذا ليس يعني مطلوب في الشرع هذا، ولكن هذا من باب المبالغة في الزهد، المبالغة في الزهد وهكذا. ولكن هذا في إشارة فقط، قيد خص ضغطين في إشارة إلى أنك تتقلل من الدنيا ما أمكن، ولا تكن كتجار الدنيا وكأغنياء الدنيا، لأن العالم مهتم بالعلم، فهمتي؟ مهتم بالعلم وليس مهتما بالصفقات التجارية، أو مهتم بالعلم. ولهذا العالم ييسر الله تعالى له في 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 رزقه، ويوسع له في رزقه، ويجعل في ويكون له البركة، فهمتي؟ ولكن لا يملك الدنيا مثل ما يملكها غيره، لا يملك الدنيا مثل ما يملكها غيره، فهو يعني له كفاف في الرزق، يعني عنده من الرزق ما يكفيه، والحمد لله. هذه الغاية، هذه الغاية، أنك يكون عندك رزق
يكفيك فقط، يكفيك ويكون يعني يعفك عن طلب الناس وعن مسألة الناس، والحمد لله هذا هو الآلية الدنيا. يعني لا حصلت على 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 الكفاءة ما يكفيك، الحمد لله. أما أن العالم يعني يطلب الدنيا ويبحث عن الدنيا ويضرب في الأرض في السفر للتجارة، وهذا هذا ليس من صفات العالم. إذن فالعالم مهتم بعلمه، مهتم ببحوثه، مهتم بمطالعته، مهتم بتعليمه للناس العلم ونشر العلم، هذا هو المشغول به. كما أن أصحاب الدنيا يعني مشغولون بالتجارات وبالصفقات وبالشركات وكذا، فالعالم له دوره غير هذا. قد خص ضغط الحاصل أن هذا يعني هذه حروف الاستعلال مفخمة، والتي يعني أثناء النطق بها يعني كما ذكرنا اللسان يعني يصعد بالصوت إلى الحنك، يصعد بالصوت إلى الحنك، فترى صوت الحرف المستعلي قد تصعد إلى الحلك الأعلى. والاستعلاء هذا يعني، ولهذا تقل الإمالة في حروف الاستعلاء، الإمالة تقل في حروف الاستعلاء يعني قليلة، يعني الحروف المستعلية لا تمال إلا القليل منها. والإمالة قد اجتمعت في الحروف المنسفلة، الإمالة قد اجتمعت في الحروف المنسفلة، ولكن في الحروف المستعلية قليلة الإمالة، يعني لا تمال الحروف المستعلية إلا القليل منها. يعني لأن الإمالة يعني الإمالة لا تتناسب مع الاستعلاء والتفخيم، إنما الإمالة بإمالة الألف إلى الياء، وإمالة الحرف المفتوح إلى الكسر. فهذه الحروف يعني المستعلية سبعة، وقد زاد بعضهم الألف فقال الألف هو مفخم، لكن هذا القول غير صحيح، يعني ليس بمستقيم. وإنما الألف هو من توابع الحروف التي قبله، يعني لأن الألف لا يكون إلا حرف مدين، وكذلك الياء المدية، وكذلك الواو المدية، فهي توابع للحرف الذي قبلها. إن كان الحرف الذي قبل الألف مفخم، فهنا الألف يفخم مثل الألف من ضالين، فترى المد مفخم، ماشي بحال المد من العالمين أو الرحيم. يعني فهذه الألف هو تارة يكون مستعليا وتارة يكون منسفلا، فهو مع الحروف التي مع الحركة التي تولد منها الألف، مع الحركة التي تولد منها الألف. إن كانت هذه الحركة على حرف مستعلين بحال الفتحة من الضالين على الضاد المفخم، فكذلك الذي تولد منها وهو الألف يكون تابعا لها. وإن كان هذا الألف هذه الفتحة على حرف منسفيل، فكذلك الألف يكون تابعا للفتحة لأنه تولد منها. إذن فهذا هو يعني هذا هو الألف، يعني تارة يكون مستعلين وتارة يكون يعني منسفلا. ولهذا الناظم لم يذكر مع حروف الاستعلال لم يذكر الآليف، وجميع من ذكر في من تكلم أو تألف أو ألف في الصفات لم يذكر الآليف أنها من حروف الاستعلاء، بل هي توابع لها، ترقق تارة وتفخم تارة ويستعلى بها تارة ويتسفل بها تارة وهكذا. وكذلك الياء المدية المكسور ما قبلها، وكذلك الواو المضموم ما قبله، وكذلك هذه الحروف يعني تفخم وترقق حسب الحرف الذي كان قد تقدمها. إذن فالآليف ليس منسفل. ثم الآليف يعني ترقيقه وتفخيمه كما ذكرنا، ثم هذه الفتحة التي تولد من الألف إما أنها تكون فتحة خالصة بمعنى أنها غير ممالة، فيكون الألف فيها خالصا
خالصا، الألف خالصا. فإذا كان هذا الحرف ممال فننظر إلى إمالته، هل إمالة يسيرة؟ فيكون الألف كذلك ممال إلى الياء إمالة يسيرة. إذا كان هذا الحرف ممال إمالة كبرى كثيرة فيكون هذا الألف ميله إلى الإمالة أكثر، ممال إلى الياء أكثر، لكن لا يكون الألف ياء خالصة. الحرف الألف الممال لا يكون ياء خالصة، بل لا بد أن تبقى فيه، أن يبقى فيه شيء من أثر الألف، لأن الألف هكذا لا بد أن يبقى فيه شيء، ولكن يعني لا بد كذلك أن 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 يعني أن تخلطه مع الياء، مع الياء. فمثل النار في رواية ورش ظاهر تقليل، فالألف هنا رجع يعني مال إلى الياء، والفتحة النون مالت إلى الكسرة، لكن هذه الإمالة إمالة الألف إلى الياء ليست إمالة كبرى، وكذلك فتحة النون التي جاءتها الإمالة ليست يعني مالت الفتحة إلى الكسرة يعني أكثر، لكن في 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 قراءة من يميل الإمالة الكبرى من هذا مثل أبي عمرو والدوري عن الكسائي، يعني لا بد كذلك أن تغلب جانب الفتح جانب الكسري في كسرة النون من النار، ولا بد كذلك أن تغلب جانب الياء في الألف. والحروف يعني هذا الألف الممال هو مرقق، حروف الألف الممال مرقق، وكذلك الياء الممالة وكذلك الواو كلها يعني مرققة، هذه الحروف كلها مرققة، لأن ذكرنا أن الإمالة تتنافى مع التفخيم، يعني لا تجتمع الإمالة مع التفخيم. فإذا اجتمعت الإمالة مع التفخيم ضعف التفخيم، ضعف التفخيم، وجعلنا شيئا من الترقيق في هذا الحرف الممال، لكن لا نرققه حتى يخرج من صفة إلى صفة أخرى، بل لا بد أن يبقى فيه صفة الاستعلاء ثم يبقى فيه التفخيم. فمثال يعني الحرف الممال وهو مفخم مستعلين الضاد، الضاد يعني الضاد يعني إذا كان ممالا فتقلل من تفخيمه، تقلل من تفخيمه فتنحو به إلى جهة الكسر، والكسر يعني الكسر لا بد يعني أن يكون فيه الترقيق، ثم تحافظ على استعلائه، والاستعلاء مفخم، فتجمع بين الإمالة المرققة وبين الاستعلاء المفخم، فلا ترققه حتى مثلا يرجع حرفا آخر، ولا تتركه مفخما كما لم تكن فيه الإمالة، لا. فمثل الضاد يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى، فترضى، ما تقولش فترضى والعياذ بالله، يعني غيرت القرآن فهمتي، صار الرضا صار تردي، والتردي هو السقوط والعياذ بالله، تردي هو السقوط، وترضى من الرضا، فتعطي شيئا من الترقيق في الضاد ولكن لا تخرجه عن حده المفخم المستعلي، ترضى ترضى ترضى. فإذا كانت إمالة كبرى كذلك ترضى ترضى هكذا، ترضى إمالة كبرى، وهكذا الحرف يعني مثل هذه الحروف، وهي في الحقيقة فيها مكابدة وفيها مجاهدة أنك تجمع بين الاستعلاء والإمالة، يعني لا بد يعني لا يتكلم به إلا من كان يعني قد أخذ التجويد حقيقة وأخذ الإمالة حقيقة، فيعني مكابدة يعني مجاهدة اجتهاد كد يعني ترويض اللسان حتى يكون حتى تجمع
بين الإيمان المرققة وبين الاستعلاء المفخم، بين الاستعلاء بين الإيمان المرققة والاستعلاء المفخم. فلا بد يعني من مكابدة وكما مجاهدة ومن يعني من اجتهاد وصبر وترويض فهمتي، ومقابلة يعني الشيوخ وسؤالهم يعني وعرض العرض عليهم هكذا، حتى يعني الإنسان يكون متمكنا بين جمع يعني بين جمع الضدين، بين جمع الضدين الإيمان مرققة والاستعلاء مفخم، الإيمان مرققة والاستعلاء مفخم. فتميل الحرف المستعلي، وذكرنا أن الإيمان في الحروف المستعلية هي قليلة، فلا تجد الإيمان مثلا في الضاد كثيرا في القرآن، بينما تجد الراء وغيرها من القرآن ممالة في كثير من هذا، ولكن حروف الاستعلاء الإيمان فيها قليل، بل بعض حروف ليس فيها الإيمان مطلقا يعني من حروف هذا من حروف يعني من حروف الاستعلاء. إذن فحروف الاستعلاء هكذا يعني لغة وهو العلو، ويعني وسميت بالمستعلية لأن كما ذكرنا أن الإنسان يعني يصعد بالصوت إلى الحنك الأعلى، وضد الاستعلاء هو الانسفال، وأن سميت بذلك الانسفال في اللغة هو الانخفاض، وأنها سميت هذه الحروف المنسفلة لأن اللسان يعني إذا وضع في مواضعها، لأن يعني وضع اللسان في مخرج الحرف المنسفل تضعه في مكانه، ثم تستمع إلى الصوت، تستمع إلى الصوت فترى أن الصوت في قاع الفم ليس في أعلى الفم، في قاع الفم. فهكذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.